بس خلينا نطمن كمان على التفاصيل. ومعانا المهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث وسكرتير عام اللجنه الاولمبيه المصريه. يا باشمهندس صباح الهنا على حضرتك. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا بيك، وسعداء ان احنا نسمع رياضه مصريه عندنا وابطال مصريين، وتحديدا هتكلم عن الخماسي الحديث بيحققوا انجاز مختلف فتره عن فتره وبيتاهلوا الحمد لله كمان لهذه المنافسه العالميه الاكبر واللي برضو وراها احلام الملايين من المصريين ان شاء الله بكمان حظنا، مش بس مشاركتنا او تمثيلنا تمثيل مشرف زي ما كنا بنسمع زمان، لا احنا عايزين نعمل تمثيل مشرف وكمان نحصد ميداليات تليق بالمجتمع والجماهير المصريه. طمنا كده وخلينا نتكلم عن تحديدا كمان احمد الجندي، وهل احنا بنتكلم كمان بتاهله كده يا فندم الكوتا بتاعتنا نقدر نقول خلاص اكتملت ليه التاهل للاولمبياد؟ طبعا الخماسي دلوقتي بقى في حته ثانيه، معنى ان هو موضوع التاهيل ده بالنسبه لنا ما بيشغلناش على الاطلاق. احنا عارفين ان احنا رغم ان الحد الاقصى للكوتا ولدين وبنتين، احنا هنعرف نتاهل باكثر من ولدين واكثر من بنتين، ما عندناش اي مشكله في هذا الموضوع على الاطلاق. احنا اللي بنعدهم دلوقتي هم الاحتكاك الجيد عشان المنافسه في الاولمبياد نفسها. زي ما حضرتك شفتي في بطوله العالم للكبار الماضيه، احنا عندنا مهند خلص جاب البرونزيه، احمد كان في المركز الرابع، كانت منافسه شديده بينهم على الميداليه البرونزيه، ومحمد الجندي شقيقه الاصغر كان في المركز الخامس، يعني خلصنا ثالث رابع خامس واول فرق. غير طبعا ان خدنا ذهبيه الزوج المختلط وذهبيه زوج السيدات وزوج الرجال. وفزنا بالبطوله ككل. فاحنا داخلين اي منافسه للفوز وحصد الميداليات، ان شاء الله نكون موفقين في باريس وتكون ذهبيه. احنا احرزنا باحمد الجندي الفضيه في اولمبياد طوكيو، نتمنى المره دي ان نشوفها ذهبيه، نسمع النشيد الوطني، ده اللي احنا بنسعى اليه. احمد حاليا في اسبانيا بيلعب بطوله التشالنجر، بطوله التشالنجر احدى النقاط الهامه في المنافسات. ليه بنلعب باحمد فقط لا غير وبقيه الفريق مريحينه؟ لان احمد كان مصاب، احمد كان مصاب ولم يكتمل شفائه بعد. لعب بطوله العالم وهو يعني بنسبه 60 70% يعني مكتمل الشفاء، فبنكمل اعداده خلاص للوصول لاعلى فورمه ممكنه على الاولمبياد باذن الله. بصب عليك يا باشمهندس شريف وبتمنى لك طبعا التوفيق. هل هناك خطه اعداد من خلال اقامه معسكرات مختلفه استعدادا لباريس 2024؟ طبعا احنا عندنا مجلس اداره النهارده، احنا مجلس اداره الاتحاد الاول حد في كل شهر ان شاء الله هيكون النهارده مساء، هنكمبر في الاعداد او الفتره المتبقيه حتى الاولمبياد، ايه المطلوب، معسكرات ايه وبطولات ايه اللي فاضله لنا حتى التاهل باذن الله. كلام محترم. طيب خليني برضو أنا وفاروق أخيرا نروح مع حضرتك لنقطة مهمة باشمهندس شريف، وفكرة أنا أتحدث عن معسكرات مختلفة وأتحدث عن تطوير كمان واضح جدا في الخماسي الحديث. لازم حسأل أنا كإعلام، إيه سر نجاح هذه الرياضة وهذا الاتحاد والأبطال؟ هل أنا ما بعانيش من مشاكل بيعاني منها اتحادات مختلفة؟ هل أنا عندي خطة موضوعة كشورت تيرم ولونج تيرم بلان؟ خلينا نعرف من حضرتك السر ورا ده، لأن احنا نتمنى هذه التجربة تعمم على كل الاتحادات حقيقي المصريه. الحقيقه النجاح ما بيجيش فجاه ابدا، ده شغل سنين الحقيقه، انما القصه كلها في ان لازم الامكانيات الماديه تكون متوفره. صحيح. ولازم الامكانيات البشريه تكون موجوده. احنا من ضمن نجاحاتنا ان احنا عملنا سيستم مصري، يعني اول حاجه عملناها من اكثر من 10 سنين ان احنا مشينا مدرب اجنبي واعتمدنا على المصريين فقط لا غير. ثم طورنا اداء المدربين بالطريقه اللي احنا شايفينها صح كاتحاد، وبدانا نركز على احتياجات اللاعب انديفيدولي، يعني مش كفريق، ما بدربش فريق، انا بدرب كل لاعب لوحده بالظبط في احتياجاته. احتياجاته بقى كلها، من اكل، من لايف كوتشنج، من سبلمنت، من مواعيد مختلفه، من مدربين مختلفين لكل لاعب حسب احتياجات اللاعب ده. لازم المدرب الفلاني يبقى ماشي مع كل اللعيبه بنفس الشكل. فكل ده احنا عملناه الحقيقه سيستم صعب شويه، في عدد مدربين كبير قوي خلاص، انما سيستم ناجح الحمد لله. طب الشق المادي ازاي قدرتوا ان انتوا تتغلبوا عليه يا باشمهندس؟ الشق المادي طبعا الدعم الاول هو دعم الدوله او دعم وزاره الشباب والرياضه، ده بيمثل يمكن 50% من احتياجات الاتحاد، ثم الباقي طبعا بشكر السبونسرز، مجهودهم الحقيقه اكثر من رائع و ثقتهم فينا ووقفتهم معانا لتلبيه باقي الاحتياجات للاتحاد، دي حاجه يعني ممتازه، وكلهم شركات وطنيه على فكره، مفيش حاجه اجنبيه الحقيقه.
معانا، وطبعا باقي الموارد بتبقى من موارد الاتحاد نفسها، الاشتراكات وكده. رائع جدا رئيس اتحاد الخماسي الحديث المهندس شريف العريان، نشكرك جدا اكيد انا وفاروق على هذه المداخلة.